مشاهدينا ينضم معنا من الأنبار الزميل عامر محسن. عامر أهلا بك معنا في النشرة الرئيسة. كيف استقبل الأهالي عامر الاستجابة لمناشداتهم التي يطلقوها عبر دجلة والخاصة بمعالجة أزمة المياه؟ بداية تحية لكم. طبعا اليوم استبشر أهالي مناطق العنقور الأولى والثانية ومنطقة المجار بعد الاستجابة السريعة للأمان العامة لمجلس الوزراء بعد إرسال وفد وزاري مع الكثير من المدراء المعنيين بالخدمات في محافظة الأنبار إلى منطقة العنقور للوقوف على أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة، إضافة إلى مناطق إلى مشكلة شح المياه. الآبار الارتوازية التي تم التركيز عليها اليوم ستكون هذه الآبار هي حلول آنية لحين يعني المباشرة بمد أنبوب من نهر الفرات، نهر الفرات باتجاه هذه المناطق الجنوبية. هذا الأنبوب سيشمل مناطق عدة، ليس في منطقة العنقور فقط وإنما حتى منطقة الرحالية التي تعاني من مناطق شح المياه منذ سنوات يعني بعيدة جدا. هذا الأنبوب سيحل مشكلة المياه إلى مناطق العنقور والطاش الأولى والطاش الثانية إلى مناطق جنوب الأنبار منها إلى منطقة الرحالية. يعني انخفاض مناسيب بحيرة الحبانية وخروجها عن الخدمة يعني أدى إلى تدخل رئيس الوزراء بعد المناشدات اللي أطلقها أبناء هذه المناطق عبر قناة دجلة إلى دولة رئيس الوزراء. الاستجابة السريعة التي جاءت لهذه المناطق أيضا ستكون هناك حلول لبعض المشاكل، منها مشاكل تخص الصحة والخدمات وبعض المشاكل الأخرى التي تم طرحها من قبل أهالي منطقة العنقور إلى الوفد الوزاري إلى هذه المنطقة برفقة بعض مدراء دوائر الدولة في محافظة الأنبار. استبشروا خير أهالي هذه المناطق وطالبوا بضرورة الإسراع بالعمل بهذا الأنبوب اللي ينتظرون التخصيصات المالية من أجل المباشرة بمد أنبوب المياه من منطقة الفرات نهر الفرات إلى هذه المناطق الجنوبية. نعم الزميل عامر محسن كنت معنا من الأنبار، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.